يعني نشاهد هذه اللحظات هنا لحظات الفخر بأهالي بيته وفرار جنود الاحتلال أمام عدسات الكاميرا. هذا الفرار لجنود الاحتلال الآن أمام عدسات كاميرا تلفزيون فلسطين، وهذه الهبة من أهالي البلدة. هذه بيته باختصار، يعني هذه هي الصورة تلخص بيته فعليا بكل المعاني التي استطرتها هذه البلدة على مدار سنوات الصراع مع الاحتلال. ليس فقط هذا اليوم، نتحدث عن عقود طويلة. هذه البلدة لم تتوقف خلال هذه العقود الطويلة عن دائما تسطير أروع الصور هنا.